افتتح وزير التربية في حكومة إقليم كردستان آلان حما سعيد مدرستين جديدتين في ناحية باريكا التابعة لمحافظة السليمانية، مؤكدا أن تطوير قطاع التربية يأتي ضمن أولويات الحكومة في الإقليم، بينما أشار محافظ السليمانية هفال أبو بكر إلى أن المحافظة تضم الآن أكثر من 2780 مدرسة. افتتحنا اليوم مدرستين إعداديتين هنا لطلاب الصف الأول حتى السادس الإعدادي، وتم تنفيذ الأبنية على ميزانية مشاريع دائرة الاستثمار في السليمانية بقيمة بلغت 845 مليون دينار. كما نقوم بتحضير لروضة سيتم بناؤها في المستقبل القريب، وأستغل الفرصة هنا لتهنئة أهالي المنطقة بهذا الإنجاز الكبير خدمة للطلاب. باسم محافظة السليمانية نهنئ افتتاح هاتين المدرستين هنا، وأرجو أن تجري العملية التدريسية وفقا للتعليمات الصحية. كما نشكر حكومة إقليم كردستان وكل الجهات التربوية المختصة على إنهاء هذا المشروع، وسنعمل على تأمين احتياجات المدرستين لاستمرار العملية التدريسية، خاصة وأن تطوير قطاع التربية من أولوياتنا في محافظة السليمانية. قطاع التربية تطور بشكل كبير في حدود محافظة السليمانية، ففي عام 1991 كانت السليمانية تضم نحو 310 مدارس، أما الآن تضم أكثر من 2780 مدرسة في حدود المحافظة، وهو محل فخر لنا.